دكتور محمد، واحنا بنتكلم على قضايا فساد بنتكلم على قضايا عديدة ومتعلقة برئيس وزراء هذه الدولة، دولة الاحتلال. إذن كيف تسير الأمور؟ كيف وضع الفساد في هذا البلد الذي يكون رئيس وزراءه مطارد بهذا الشكل؟ يعني سؤال مهم. في الواقع الفساد جزء أصيل من الحياة السياسية في إسرائيل من 48، من يوم إنشاء الدولة الإسرائيلية. يعني لو بصينا على إسرائيل في مؤشر الفساد العالمي هنلاقيها بتحتل المركز 30، وده برضو مركز متقدم. لو بصينا من 48 لغاية النهاردة عدد السياسيين اللي أدينوا، مش اتحقق معهم، أدينوا بأحكام قضائية نهائية وبتة ودخلوا السجن، هم 33 سياسي في إسرائيل، منهم رئيس وزراء، منهم رئيس إسرائيلي سابق، منهم وزراء وأعضاء كنيسة. خليني أقولك أن أولمرت رئيس وزراء إسرائيل اتسجن 3 سنوات. خليني أقولك أن هو اتسجن بقضية رشوة، ودي القضية اللي أدين فيها جنب عشرات القضايا التانية اللي قدر يتهرب منها، اللي تم إثبات التهمة فيها. خليني أقولك أن موشيكا تساف رئيس إسرائيلي أدين بتهمة بشعة جدا، تهمة اغتصاب داخل مقر الرئاسة في إسرائيل، وسجن 7 سنوات، قضى منهم 5 سنوات فعليا داخل السجن. خليني أقولك أن عدد كبير من الساسة في إسرائيل أدين، 33 زي ما قلتلك، ولكن الكشف عن 33 قضية والوصول بيها إلى مقر السجن معناه أن في عشرات القضايا الأخرى لم يتم الكشف عنها. يعني الفساد في إسرائيل لعبة خطيرة للغاية، كبار السياسيين يمارسون الفساد عيني عينك. دان حلوتس دوت كان رئيس أركان إسرائيل أثناء حرب لبنان الثانية، قاعد في مجلس الحرب، عارف ميعاد الحرب، خرج وهو يعرف ميعاد الحرب، يتهم بإسرائيل، وهذا أمره ثبت عليه، إن هو باع محفظة الأسهم بتاعته قبل اندلاع الحرب بساعات، بحيث إن هو يحصل أكبر مبلغ ممكن من الدولارات، وبعد كده ثمن الأسهم دي هينزل للأرض مع بداية الحرب وانهيار البورصات في إسرائيل. وبالتالي دان حلوتس باع هذه الأسهم، لكن لم يدخل السجن، لأنه لم يتمكن أجهزة إنفاذ القانون من إثبات التهمة عليه بأدلة قطعية. فساد في إسرائيل يضرب طولا يعني وعرضا، يعني الفساد والتحايل على أنفسهم. ده حقيقي، الفساد في إسرائيل موجود طولا وعرضا. بنيامين نتنياهو إذا كان رب البيت بالضف ضاربا فشيمت أهل البيت الرقص. فبالتالي بنيامين نتنياهو ليس الفاسد الوحيد، ولكنه يتربع على عرش الفساد بالضرورة في إسرائيل. نعم.